السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من وصفات اللي جربتها في البيت. اليوم جبت لكم وصفة كثير كثير مفيدة وموجودة ومشتريها دائما، اللي هي وصفة الشمندر أو البنجر. هاي الوصفة جميلة ومفيدة جدا للجسم. احنا طبعا نستخدم الشمندر في المخللات ونستخدمه في الصبغات، بس الشمندر عنده له فوائد كثير عظيمة. طبعا من فوائد الشمندر، اول شيء بقلل من مستوى ضغط الدم، فينصح اللي عنده ارتفاع ضغط الدم انه ياكل شمندر. بينخفض نسبة الكوليسترول في الدم، له دور مهم جدا 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 في انه يخفض الكوليسترول في الدم. وعنده كمان فائدة انه للاسنان والعظام، بيحتوي على البوتاسيوم، البوتاسيوم مفيد للعظام، وبيحتوي على المغنيسيوم، وبيحتوي على الفوسفور، الفوسفور مهم جدا جدا للاسنان. هلا فائدة البنجر العظيمة، او اللي هي اقوى شيء في هاي الوصفة، اللي هي بتعالج الانيميا. شو هي الانيميا؟ هي فقر الدم، يعني نقص الحديد في الدم. البنجر بيحفز الجسم انه ينتج هيموجلوبين، هو الحديد اللي هو بينقل الاكسجين. طبعا الانيميا بتصيب الاطفال، بتصيب الكبار في السن، بتصيب الحوامل، فالشمندر من اقوى الوصفات اللي بتعالج الانيميا وبشكل طبيعي. طبعا الشمندر مفيد جدا كمان في نقص الوزن، له دور مهم في نقص الوزن. ليش؟ لانه بيحتوي على الياف، وهاي الالياف لما ناكلها بتشبع، ولما نشبع طبعا الوزن راح ينزل. لانه الانسان اذا بدنا نعمل رجيم، اهم اشي انه نحس بالشبع طول النهار، لانه بيحتوي على الياف، فبخفض الوزن وبساعد في علاج الكولون. كيف؟ لانه بيحتوي على الياف. واللي عنده امساك ننصحه انه ياكل شمندر، بيقضي على مشكله الامساك. والشمندر كمان عنده فائده، بيحافظ على صحه الجلد، بيحتوي على ايش؟ على الكولاجين المهم في تجديد البشره. طبعا الشمندر بتحكوا كيف نقدر انه ناكله. في عندك ثلاث طرق، اما تمسكيها وتنطفيها وتشيلي هاي الاشياء اللي ما بدنا اياها وتعصريها في الخلاط، وهي هيك مع القشرة طبعا اللي بتكون صالحة مع قشرة. بحكي لك ليش، لانه الشمندر القشر له فوائد كمان، مش بس الثمرة من جوا. فتعصريها بالخلاط وبتحطيها طبعا مع ماء، تحطي الشمندر في الخلاط زي ما هو هيك، بعد ما تشيلي الاشياء اللي ما بدنا اياها مع كاسة مي، بتخلطيها وبتحطيها بالثلاجة تشربيها ساخنة أو باردة. هاي الطريقة الأولى. طب أنا ما بحب عصير الشمندر. في طريقة تانية للأكل، نسلقها زي ما نسلق البطاطا، نسلقها 20 دقيقة، نسلقها يا تاكلي نفسها الشمندر بعد ما سلقتيها، أو تشربي الماء، المية، شفت المية اللي الشمندر بيصبغها، اللي احنا سلقنا فيها الشمندر، تشربيها نفس فائدة انه لما تاكليها. هلا الاشي العلمي انه عصير الشمندر اكثر فائدة من اكله. ليش؟ انه احنا لما نغلي الشمندر كل 5 دقائق يعني بيفقد 20% من فوائده في المية اللي حواليه اللي احنا سلقنا فيه. فبحكي لك انه عصير الشمندر افيد، يعني افيد من ان ناكله هيك. او بتقدر اذا ما بدك تاكلي هيك، او ما بدك تعصري في الخلاط، او ما بدك تشربي المي اللي حواليه، تقدر تعملي سلطه بعد ما تسلقيه، تعملي سلطه وتاكليه عادي. طبعا الشمندر هلا تجربتي فيه كان صراحه وفي الحمل كنت اكله كل فترة. طبعا الحوامل معروف انه بصير عندهم
نقص فيتامينات، نقص حديد، فبيعطوهم حديد وفيتامينات مكملة للأكل. أنا كنت أكله كل شهر مرة مرتين، من يعني على فترات أضل أكل شمندر. هلا طول الحمل الحمد لله كان دمي كويس، على الرغم إنه اضطريت إنه أخلف قيصري، بس الحمد لله ما احتاج دم، كان دمي كويس، لأني كنت أكل كل فترة شمندر، لأنه من فوائده زي ما حكينا إنه يقضي على فقر الدم، هو علاج أصلاً لفقر الدم. هلا للشمندر هل إله أضرار؟ نعم إله أضرار، طبعاً أضراره أقل من فوائده، فوائده أكثر. اللي عنده خفض دم ما يأكل شمندر، لأنه أصلاً بيعمل على تقليل خفض الدم، بيعمل على تقليل ضغط الدم، فما ما اللي عنده نقص يعني انخفاض في ضغط الدم ما يأكل شمندر. اللي عنده حصوة في المرارة وفي الكلى ما يأكل شمندر. ليش؟ لأنه من الشمندر بيعمل حصوة في الكلى وفي المرارة، اللي يعني عشان هيك ما لازم ناكله كل يوم كل يوم كل يوم، ناكله على فترات، كل فترة ناكله، مش نضل ناكل كل يوم شمندر كل يوم شمندر، لا. بس هدول تقريبا الأضرار المعروفة للشمندر. من أضراره كمان في ناس عندهم تحسس منه ما يأكلوه، يمكن يعملهم طفح جلدي. من أضراره كمان ما نأكله كل يوم، يمكن يأثر على الكبد. ليش؟ لأنه يحتوي على كثير من المعادن، فإحنا شو نحكي؟ إحنا لا بدنا نأكله كثير ولا بدنا نأكله قليل. لو أكلنا كل فترة حبة شمندر بس كوقاية لصحتنا. مرة ثانية، الشمندر للناس اللي بيعانوا من الأنيميا وفقر الدم، وصفة 100% طبيعية، بيرفع الحديد في الدم. ونصيحة، أعطوها لكبار السن كمان كل فترة، بيحمي الأوعية الدموية، بيجدد الأوعية الدم، الدورة الدموية، بيجدد الدورة الدموية، بيحميهم من الجلطات، بيوسع الأوعية الدموية عندهم. وهاي اليوم كانت حلقتنا عن فوائد الشمندر الطبيعية، فوائدها للجسم وأضرارها. أتمنى إني استفدت من هذه الحلقة، وإلى اللقاء إلى حلقة جديدة مع وصفة وتجربتي من بيتي.